سلام الله عليكم. عندنا هذه الوالدة شفاها الله، طبعا عندها القلب وعندها السكر وعندها الضغط، تستخدم علاج ب 12 ألف. أولا أتمنى إذا في فعل خير يتكفل لي بعلاج شهرين ب 12 ألف. طبعا كان عندها زوج، وعندها زوجها مع ابنها أتوفوا بيوم واحد بحادث. من بعدها حصل لي جلطة، والآن كما تلاحظون طبعا تنزل بكرسي من هذا العادي المتحرك، يعني تشتغل الطريق الذي يعني تمشي به، كل طريق طلعه ونزله، يعني لما تمشي هذا يدفي وهذا يطلع، حتى الناس اللي يشوفهم يعني قد من كثر ما يشوفوا قد هم يهربوا، يعني من يوم من ثقل المرأة هم يدفوا ما يطلعوا ما. واكثر من ثلاث ثلاثة او اربع مرات وهي تدرب بالكرسي، يعني ترتمي على الكرسي. فانا اتمنى انه كل من شاهد الفيديو ان يحس انه هذا يعني بالأسيرة وبهذا الوضع، وتخرج تشتغل. واتمنى كل من شاهد الفيديو نشره لكي يصل فعل خير. طبعا هي قال طلبه يعني من الله عز وجل ثم من فاعل خير كرسي كهربائي، كرسي كهربائي يعني كما شرحنا المراه مجلوطه ومشلوله يعني بالزوة، وتخرج تشتغل، عندها القلب، عندها الضغط، عندها يعني ولا حول الا بالله، والله ان الحالات اللي تتالم عليها فانا اتمنى انه كل فاعل خير يمد يد العون لهذه الاخت لكي تشتري كرسي كهربائي، وتطلب الله على بناته، وجزاكم الله ألف خير.